السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة. قالك لفهم وتفسير الظواهر الفيزيائية كان لازم العلماء يتعاملوا مع الكميات الفيزيائية زي المسافة والزمن والسرعة والعجلة عن طريق استنباط علاقات رياضية تربط بينها، زائد ان هما حددوا وحدة قياس مميزة لكل من الكميات الفيزيائية دي. أمثلة على الكميات الفيزيائية اتفقنا: الطول، الكتلة، الزمن، السرعة، العجلة، القوة، درجة الحرارة، الحجم، المساحة. طيب، أنواع الكميات الفيزيائية قسمها العلماء لكميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية متجهة، وهناخد كل واحدة فيهم بالترتيب. أولاً الكميات الفيزيائية القياسية. قالك الكمية الفيزيائية القياسية هي كمية فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط. هي كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه. قالك طب مثال عليها ايه؟ قالك زي المسافة ووحدة قياسها المتر، الزمن ووحدة قياسه الثانية، الكثافة ووحدة قياسها جرام لكل سنتيمتر مكعب، المساحة ووحدة قياسها متر تربيع. ثانيا الكميات الفيزيائية المتجهة. الكمية الفيزيائية المتجهة هي الكمية اللي بيلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها، يعني لازم عشان نعرفها ونحددها لازم نعرف مقدارها واتجاهها. طب مثال عليها مين؟ قالك الإزاحة ووحدة قياس الإزاحة المتر، السرعة المتجهة ووحدة قياسها المتر كل ثانية، العجلة ووحدة قياسها متر كل ثانية تربيع، القوة ووحدة قياسها النيوتن. طيب نشوف كده مع بعض أسئلة على الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة بتيجي إزاي. قالك أول سؤال: ما معنى قولنا أن المسافة كمية قياسية؟ هنقوله أي أن يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط. طب لو سألنا سؤال تاني: ما معنى قولنا أن الإزاحة كمية متجهة؟ هنقوله أي أنه يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. طب يجي يسألنا سؤال علم: لا يمكن إضافة كتلة إلى مسافة؟ قالك لأن ليس لهم نفس وحدة الإيه؟ القياس. إحنا اتفقنا مع بعض إن المسافة كمية قياسية لأن بيلزم لمعرفتها معرفة مقدارها فقط، بينما الإزاحة كمية متجهة لأن بيلزم لمعرفتها معرفة مقدارها واتجاهها. طيب ناخد مع بعض كده تعريف المسافة. قالك المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع البداية إلى موضع النهاية، يعني زي ما احنا شايفين كده ان المسافة يتحرك الجسم من النقطة A لحد ما وصل النقطة B اللي هو الطريق المتعرج، بينما الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية إلى موضع النهاية، زي ما احنا شايفين كده ان الإزاحة هي المسافة المقطوعة مباشرة في خط مستقيم بين نقطة البداية اللي هي A إلى نقطة النهاية B. عندنا تعريف مقدار الإزاحة. قالك مقدار الإزاحة هو طول أقصر خط مستقيم بين موضعي بداية ونهاية الحركة. طيب هنشوف مع بعض كده الأسئلة بتيجي إزاي. قالك مثال واحد: إذا قطع جسم متحرك مسافة قدرها 50 متر شرقا ثم قطع مسافة 20 متر غربا، احسب المسافة والإزاحة. قالك في البداية كده المسافة هي طول المسار الفعلي اللي سلكه الجسم من أول ما بدأ الحركة إلى الموضع النهائي للحركة، يعني من أول نقطة البداية هو سلك 50 متر وبعدين سلك 20 متر، يبقى المسافة بتساوي 50 زائد 20 بتساوي 70 متر. إنما الإزاحة، قالك الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية لموضع نهاية الحركة، فإحنا اتفقنا إن هو صار 50 متر شرقا، بعدين رجع 20 متر غربا مرة أخرى، يبقى الإزاحة هتساوي 50 ناقص 20 هتساوي 30 متر في اتجاه الشرق. هناخد مع بعض مثال تاني. قالك إذا قطعت السيارة مسافة قدرها 60 كيلومتر شمالا ثم قطعت 50 كيلومتر غربا ثم قطعت 60 كيلومتر جنوبا، احسب المسافة واحسب الإزاحة. قالك المسافة احنا اتفقنا ان هو طول المسار الفعلي للحركة، يبقى احنا هنجمع كل المسافات اللي اتحركتها السيارة، يبقى 60 كيلومتر شمالا زائد 50 كيلومتر غربا زائد 60 كيلومتر جنوبا هيدينا 170 كيلومتر. طب بالنسبة للإزاحة، قالك الإزاحة هي المسافة بين نقطة البداية ونقطة الإيه؟ النهاية،
طيب اقصر خط مستقيم بين البدايه والنهايه اللي هو الخط اللي بيوصل بينهم غربا، يعني الازاحه هتساوي 50 كيلو متر في اتجاه الغرب. ناخد مع بعض كده مثال ثالث. قالك اذا تحرك جسم قطع 40 متر شرقا ثم قطع 30 متر شمالا، احسب المسافه واحسب الازاحه. زي ما احنا شايفين كده الشكل معانا مثلث، يبقى المسافه هتساوي ايه؟ طول الضلعين اللي اتحركهم من نقطة البداية لنقطة النهاية، يعني 40 متر زائد 30 متر يبقى المسافة بتساوي 70 متر. إنما الإزاحة قالك هي أقصر خط مستقيم بين إيه؟ من نقطة البداية والنهاية اللي هو يعتبر الوتر. فإحنا هنجيبه بقانون فيثاغورس، الجذر التربيعي للضلعين. يبقى الجذر التربيعي 40 تربيع زائد 30 تربيع هيدينا 50 متر. طب في اتجاه إيه؟ قالك نقطة البداية كانت من تحت، يبقى في اتجاه الشمال الشرقي. قالك مثال 4، جسم يتحرك في مسار دائري نصف قطره 7 متر، احسب المسافة والإزاحة في الحالات الآتية: عندما يقطع الجسم دورة كاملة، عندما يقطع الجسم نصف دورة، عندما يقطع الجسم ربع دورة، عندما يقطع الجسم ثلاث أرباع دورة. هنشوف مع بعض كده الإجابة. قالك الإجابة عندما يقطع الجسم دورة كاملة، المسافة ساعتها هتساوي محيط الدائرة، يعني 2 طهمق، يبقى 2 في 3.14 من 100 في 7 بيساوي 44 متر. طب الإزاحة؟ قالك ساعتها نقطة البداية هي نقطة النهاية، يبقى الإزاحة هتساوي 0. تاني حاجة قالك عندما يقطع الجسم نصف دورة، قالك المسافة ساعتها هتساوي نصف محيط الدائرة، يعني هتساوي 5/10 في 2 في 3.14 من 100 في 7، يعني هتساوي الإجابة 22 متر. طب الإزاحة؟ قالك الإزاحة ساعتها هتساوي أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني هتساوي قطر الدائرة، يعني هتساوي 14 متر في اتجاه الجنوب. طيب عندما يقطع الجسم بقى ربع دورة، قالك المسافة ساعتها هتساوي ربع محيط الدائرة، يعني 25 من 100 في 2 في 3.14 من 100 في 7 هيدينا 11 متر. طب الإزاحة؟ قالك ساعتها الإزاحة هتساوي طول الضلع ألف ب، يعني هتساوي الجذر التربيعي لنق، يعني الجذر التربيعي 7 أس 2 زائد 7 أس 2 هتساوي 9.8 متر في اتجاه الجنوب الشرقي. طب لما عندما يقطع الجسم 3/4 دورة، قالك ساعتها المسافة هتساوي 75 من 100 من محيط الدائرة، قالك يعني هتساوي 75 من 100 في 2 في 3.14 من 100 في 7 بتساوي 33 متر. طب الإزاحة؟ قالك برضو الإزاحة هتساوي طول الضلع، يعني هتساوي الجذر التربيعي للضلعين. قالك يبقى الجذر التربيعي 7 أس 2 زائد 7 أس 2 بتساوي 9.8 متر. طيب هنشوف مع بعض كده السرعة القياسية والسرعة المتجهة. قالك أن السرعة القياسية دي هي المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن، والقانون بتاعها السرعة القياسية ع بتساوي المسافة الكلية ف على الزمن الكلي ز، بينما السرعة المتجهة هي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن. السرعة المتجهة ع بتساوي الإزاحة ف على الزمن ايه؟ الكلي. طيب هنشوف كده أسئلة. يجي يقول لنا متى يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع مقدار السرعة القياسية؟ هنقول له عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت. هيجي لنا سؤال، ما معنى أن جسم قطع 40 متر شمالا في 4 ثواني؟ هنعملها زي مسألة ونقول له أن السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي، يعني 40 متر شمالا على 4 ثواني بتساوي 10 متر لكل ثانية شمال. يبقى هنقول له الإجابة أي أن السرعة المتجهة لهذا الجسم تساوي 10 متر لكل ثانية في اتجاه الشمال. طيب ملحوظة صغيرة كده، بيقول لك تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في الاتجاه وتختلف معها في وحدة القياس. هناخد كده مع بعض مسألة على السرعة المتجهة والسرعة القياسية. قال لك قطع متسابق 50 متر شمالا خلال 30 ثانية، ثم قطع 100 متر شرقا خلال 60 ثانية، ثم 50 متر جنوبا خلال 10 ثواني، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال 40 ثانية. احسب المسافة الكلية التي قطعها المتسابق، السرعة المتوسطة المتسابق، الإزاحة التي أحدثها المتسابق، السرعة المتجهة.
نيجي مع بعض كده نحل المسألة براحة. قالك أول حاجة هنجيبها هي المسافة الكلية. احنا اتفقنا مع بعض ان هو صار 50 متر شمالا، ادي أول مسافة 50، زائد 100 متر شرقا، زائد 50 متر جنوبا، زائد 100 متر غربا. هنجمع مع بعض 50 زائد 100 زائد 50 زائد 100، هيساوي 300 متر، ادي المسافة الكلية اللي اتحركها. طب الزمن الكلي هنجمع برضو الأزمنة اللي هو اتحرك فيها، 30 زائد 60 زائد 10 زائد 40، هيدينا 140 ثانية. أصبحت السرعة المتوسطة ساعتها بتساوي إيه؟ المسافة الكلية على الزمن الكلي، يعني 300 على 140 هيدينا 2.14 متر كل ثانية. طب بالنسبة للإزاحة، قالك الإزاحة هتساوي صفر. طب ليه؟ قالك لأن هو نقطة البداية هي نقطة النهاية، تمام؟ قالك ساعتها السرعة المتجهة هتساوي الإزاحة الكلية على الزمن الكلي، يعني هتساوي صفر على 140. ساعتها الإجابة هتكون السرعة المتجهة بتساوي صفر. قالك طيب نشوف مع بعض كده سؤال علل. يجي قالك علل ذراع الطيارون السرعة المتجهة للرياح في الرياح حالات الجوية. هنقوله لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطيارة، وبالتالي يؤثر على زمن الرحلة وكمية الوقود. قالك يعني مثلا لو السرعة المتجهة للرياح بنفس اتجاه الطائرة، قالك ساعتها هيزداد مقدار سرعة الطائرة فيقل زمن الرحلة وبالتالي تقل كمية الوقود. قالك طب لو الطائرة بتسير في عكس اتجاه الرياح، قالك ساعتها السرعة المتجهة هتسبب مقاومة للطائرة، فبالتالي مقاومة الرياح للطائرة دي هيزود زمن الرحلة وبالتالي هتزداد كمية الوقود. يبقى احنا اتفقنا مع بعض إجابة سؤالتنا يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح. هنقول له لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود. هناخد مع بعض كده سؤال المتفوقين. قالك يقطع هاني من منزله إلى المدرسة إزاحة 4 كيلومتر جنوبا، في حين يقطع فؤاد من منزله إلى نفس المدرسة إزاحة 2 كيلومتر شمالا. ما الإزاحة التي يقطعها هاني من منزله إلى منزل فؤاد؟ وبكده نكون خلصنا مع بعض درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.